اقول لحضرتك معجزة نبوية بقى. يلا بقى. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حضرتك لو جريت ضغطك يعلى. ايوه. في شك في كده؟ مفيش شك. طيب احمي نفسي ازاي؟ ده انا مخي ده جيلي. يعني الانسان لما بيجري ضغطه بيعلى. المخ يعمل ايه بقى؟ أيوة. قافل على الشرايين، يوم الدم ما يخشش في الجمجمة. الله. طول الضغط عالي، لما ينزل يبتدي يفتح تاني. الله. تمام. الله. الله. طيب لو انا ضغطي عالي والميكانيزم ده ما حصلش، يعني الشرايين ما قفلتش، تبقى مصيبه. تبقى مش صح طبعا. طب لو سجدت؟ لو مصبتين تبقى مصبتين طبعا. تمام. لان الضغط عالي منسوب الدماغ الدم كله هينزل عليه هيحمل المشكلة. طبعا. اذا نودي للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، اوعى تجري، واتوها وانتم تمشون، وعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ليه؟ جايز انا بجري ووصلت لقيتهم ساجدين، اروح ساجد، تحصل مخي ما تحصل كارثه. علشان كده هتقولي اللعيبه بيسجدوا بعد ما يجيبوا جون. اللاعب مش مقياس لانه رياضي. الميكانيزم اللي عنده عالي جدا. يعني احنا عندنا الميكانيزم ده لحد 160 المخ يقفل. طب افرض انا جريته بقى 180 ما يقفلش. ده اسمه التنظيم الذاتي للمخ، تنظيم ذاتي، اوتو ريجوليشن، ده تنظيم ذاتي. لذلك في الحديث اذا اتيتم الى الصلاه فعليكم بالسكينه روح فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. مستعجل على ايه؟ يا سلام. ولذلك ربنا سبحانه يقول كده، الرسول يقول كده وهو لا يقرا ولا يكتب. واحنا عرفنا الاوتو ريجوليشن بتاع المخ ده من 5-6 سنين. لا اله الا الله. يعني انا بكالوريوس ما خدتوش. انا وانا طالب بكالوريوس ما كنتش اعرف حاجه اسمها ان مخي نظر، لو كانش طلعت جالي في مخي الحديث. قلت يا سبحان الله. ده يعني حتى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ما قالش فعدوا فدروا، حتى فاسعوا الى ذكر الله ده يوم الجمعه. حضرتك بتروح قبل الصلاه بمده عشان الخطبه. حتى لو جريت انت رايح تقعد. انا مش هتروح تسجد. يا سلام. يا سلام.